ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بخير وبصحه كويسه يا رب. النهارده جاي اكلمكم عن فيديو اتطلب مني، وهي خطوات العنايه الاسبوعيه. تمام، ايه خطوات العنايه الاسبوعيه دي، او ايه فايدتها اصلا، او انا اعملها ليه؟ بصي يا ستي هقول لك تعمليها ليه. دي خطوات مهمه جدا جدا، علشان لما تيجي تستعملي اي كريم او اي حاجه تحطيها على بشرتك، فبشرتك تستقبلها وتمتصها بشكل كويس جدا جدا جدا. تحطي كريم، تحطي سيرم، تحطي اي حاجه، بشرتك تمتصها وتستفيد بالحاجه اللي انت بتحطيها دي. لو انت ما قشرتيش بشرتك او ما عملتيش الروتين الاسبوعي ده، مش لازم كل اسبوع، هو اسمه روتين اسبوعي بس، يعني مش قانون كل اسبوع يا ستي، يعني اعمليه حتى كل اسبوعي تمام، بس لازم من وقت للتاني تعملي الروتين ده. تمام، بيخلي ان انت لما بتستعملي اي كريمات البشره بتمتصها كويس، بيشيل الخلايا الميته، بيشيل الجلد الميت، بيفتح البشره، بيشيل بيساعدك على انك تزيلي البقع السمراء. كمان لما بتيجي تحطي اي ميك اب، حتى الميك اب بيبان شكله احلى، بيبان شكله ناتشرال جدا، شكله حلو وطبيعي. فالروتين الاسبوعي ده او اللي احنا هنعمله دلوقتي، المفروض تعمليه على الاقل مرتين في الشهر. تمام، من وقت للتاني لازم تعمليه، هيساعدك على انك هتجددي خلايا البشره، بشرتك هتبقى حلوه منوره من غير ميك اب، هتبقى حلوه جدا. لما تيجي تحطي اي حاجه البشره تستفيد منها كويس، هتيجي تحطي ميك اب هيبان حلو وطبيعي وناتشرال جدا. في ناس لما تيجي تحطي كريم اساس تحسه مقطع، مهما كان النوع نظيف او ماركه كويسه، تحس ان كريم الاساس مش مظبوط او مجير معاها او مقطع. طبعا مجير دي ممكن تكون درجه فاتحه، بس اقصد ان مش بيبان ناتشرال، متجانس مع بشرتها. ليه؟ لان هي مش بتعمل التنظيف الكافي لبشرتها، تمام، او العنايه الكافيه لبشرتها. طيب نبدا بقى مع بعض عشان ما اطولش عليكم. انا بعمل ايه الروتين بتاعي الاسبوعي او من وقت للتاني بعمله؟ اول حاجه بغسل وشي بغسول، بتخشي التويلت عادي وتخشي تغسلي وشك بالغسول بتاعك. تمام، بعد ما خرجتي نشفتي بشرتك، بعد ما نشفتيها اول حاجه لو عندك جهاز بخار اوكي، انا عندي الجهاز ده حلو قوي بحبه بصراحه، بستعمله تحفه يعني. كنت دايما ما احبش الاجهزه اللي بتبقى اللي هي الاداه الميه بتاعها او المكان اللي بحط فيه الميه صغنن كده، لكن بصراحه لا، ده المكان صغنن لكن بيكفيني اعمل بشرتي كويس جدا. بستعمل ده اول خطوه، يبقى اول حاجه بستعمل جهاز البخار ده. طب لو ما عنديش جهاز بخار، عادي جدا، حله ميه على النار وقربي بشرتك، هدي النار خالص وحطي فيها ليمونه، نص ليمونه، حط ممكن تحطي في الميه برضو اللي انت عايزاه، يعني اي حاجه انت عايزاها، بحيث ان هي البشره تمتصان. هنا بحط ميه وبحط بق كده اسمه ايه اللي هو ميه ورد. تمام، بحط هنا في الميه، بحط بق ميه يعني غطا كده ميه ورد، وبكمل ميه عاديه، بيدي ريحه وانتعاشه للبشره حلوه جدا جدا. يبقى اول حاجه خطوه رقم واحد بستعملي جهاز بخار او تعرضي وشك للبخار باي طريقه عندك. خلاص، طيب بعد ما نعرض وشنا للبخار، المسام اتفتحت، المفروض نعمل ايه تاني خطوه؟ تاني خطوه بنقشر البشرة وبنزيل الخلايا الميتة. هنقشر ازاي وهنزيل الخلايا الميتة ازاي؟ اقول لك يا ستي، بصي انا عندي الجهاز ده بستعمله من اوريفليم، حلو جدا. ده جهاز تنظيف بشرة، طبعا انا بشيل منه الحجارة طالما انا مش بستخدمه، كان انا مستعملاه النهاردة الصبح. تمام، بتحطي، هو بيجي مع بطاريات هنا كده، حلو جدا الجهاز ده. ليه قطع تانية ممكن تشتريها، دي الفرشه دي بتاعه التنظيف اليومي. تمام، اللي هو لو كل يوم انت بتستعمليه، بتستعملي الفرشه دي، في فرشه ثانيه بيضه لو هتستعملي اللي هي العنايه الاسبوعيه اللي بقول لك عليها. بعد البخار بعمل ايه؟ بستعمل الجهاز ده، بحط الفرشه البيضه اللي هي بتاعه العنايه الاسبوعيه، وبغسل بشرتي او بعرض، هو ليه مده كده اقل من دقيقه او دقيقه تقريبا، بعد كده هو بيفصل، يعني كده بيقول لك ان الجلسه بتاعتك تمام او ان البشره تمام. خلاص عايزه تشغليه تاني وتكملي اوكي، مش عايزه خلاص. يبقى رقم واحد البخار، رقم اتنين بستعمل الجهاز ده على بشرتي. بعد ما بستعمل الجهاز ده بغسل وشي وبنشفه وببدا احط المقشر بتاعي. انا بستعمل المقشر ده اهو، حلو جدا، اسمه نوفيتش، ده من اوريفليم. لو عايزين اي منتج من المنتجات دي كلها متوفره عندي، اكتبولي بس في الكومنتات تحت او ابعتولي مسج.
في الانبوكس وانا هبص على اللي انتوا عايزينه. المقشر ده انا بستعمله تحفه تحفه يا بنات، ده من اوريفليم، ده حلو قوي. بعد ما خلاص انت فتحت المسام وغسلتي بالجهاز ده تمام، ابدا بقى احط المقشر بتاعي، بسيبه بحط ده وبسيبه ربع ساعه، بعد كده بفركه، افرك واغسل تمام. حلو جدا، بيفتح البشره، انه النوفيرج بيفتح البشره جدا وبيزيل الخلايا الميته وبيقشر البشره وبينظفها بعمق تمام. ممكن بقى تعملي ايه؟ طيب انت مش عندك ده، استعملي اي سكراب عندك، اي سكراب او اي مقشر، المهم بعد البخار. عندك برضو الجهاز ده اوكي، الجهاز ده عندك اوكي، مش عندك تاني خطوه برضو المقشر تمام. طيب قشرت بقى ده، عندي برضو ده بستعمله اسمه لاف ناتشر، برضو ده من اوريفلام، ده سكراب حبيبات، حبيبات ناعمه جدا، بتحطيها برضو كده وبتقشري بيها البشره تمام. طيب قشرت خلاص، حطيت المقشر ربع ساعه او حطيت السكراب الحبيبات ربع ساعه، بعدين ده بيقعد ربع ساعه، لكن ده مش لازم ربع ساعه، ده تحطيه على بشره مبلوله، بعد كده تحطيه ممكن تسيبيه دقيقتين كده، وبعدين تفركي بحركات دائريه وتشطفي تمام. طيب خلاص خلصت خطوه المقشر، قشرت بشرتي، بعد كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ بعد كده المفروض ان انا ابدا ارطب البشره، ارطب بشرتي، يعني خلاص فتحت المسام، قشرت البشره، نظفتها بعمق، ابدا احط الماسك بتاعي، بعد السكراب احط الماسك. الماسكات اللي انا بستعملها، عندي الماسكات دي اهي، دي برضو كلها ماسكات من اوريفليم. طبعا كل مره مش لازم تحطي كل ده مره واحده، ممكن احط ماسك اتنين براحتي، يعني ماسك واحد اللي عندك حطيه. يبقى رقم خطوه رقم 3 الماسك، رقم 1 البخار، رقم 2 رقم 1 فتحت المسام بالبخار، رقم 2 عملت بالمقشر ده، رقم 2 عملت بالمقشر، عملت بالجهاز السكين برو ده. عندك اوكي، لو مش عندك عادي جدا هتبداي تعملي برضو ايه بالمقشر، اي مقشر عندك. خطوه رقم 3 تحطي اي ماسك عندك برضو اوكي. انا بستعمل ايه؟ بستعمل لاف ناتشر، ده حلو قوي، ده ماسك بالخيار من اوريفليم، تحفه تحفه تحفه، يعني مهما قعدت اتكلم عن الماسك ده فظيع، بيدي اشراقه كده وبينعم البشره وبيغذيها جدا. وعندي برضو ماسك الفحم ده بموت فيه، يعني بصوا انا شفتاه فظيع، بحبه جدا جدا. ده بتحطيه بتفرديه على بشرتك ربع ساعه، بتحطيه بتسيبيه، هو بينشف بيتشال ازاي؟ بتشيليه، هو قناع كده بتشيليه كده تمام. حلو جدا جدا جدا. بستعمل ده ماسك الفحم او ماسك الخيار، الماسك المتوفر عندك يعني، او البيور سكين ده. بس في بيور سكين ده اللي هو الشاور، اسمه ديب كلينسينج شاور ماسك، شاور ماسك ده باخده معايا الشاور، هقول لكم بعمل بيه ايه. يبقى خلاص خطوه رقم 3 احط اي ماسك عندي، انا بستعمل ده او ده، في من ده ماسك بحطه برده ربع ساعه، ده امتى بستعمله؟ لو عندي حبوب تمام، بيعالج الحبوب والبثور بيموتها، بحطه برده ربع ساعه، فعلى حسب انا. فاوقات لو انا عندي حبوب استعمل ماسك الحبوب، حاسه ان انا ما عندي شوائب عايزه انقي بشرتي استعمل ده، عايزه ارطب واغذي استعمل ده. انت برده الماسك اللي عندك متاح استعمليه. طيب دوت بيور سكين، ايه الشاور ماسك ده؟ ده بتاخديه معاكي الشاور، وانت بتاخدي شاور بتحطيه وبشرتك مبلوله، بتحطيه وتسيبيه على وشك، على ما تخلصي الشاور تشطفي عادي جدا، ده بيتاخد في الشاور خلاص. طيب يبقى عملنا البخار عشان ما تتوهوش مني، رقم 1 عرضت وشي البخار، رقم 2 عملت تقشير باي سكراب عندك، رقم 3 حطيتي اي ماسك موجود عندك، رقم 4 بعد الماسك هتعملي ايه؟ هنبدا ان احنا نقفل المسام خلاص باي تونر عندك، اي ميه ورد او قطع التلج. هتجيبي ده تونر انا بستعمله من لاف ناتشر، حلو جدا، ده بيناسب البشره الدهنيه او لو بشره مختلطه مايله للدهنيه، في طبعا منه للبشره العاديه وفي منه للبشره الجافه خلاص، بس انا بستعمل ده بحبه جدا، ده بالليمون الاورجانيك اهو، ده بالليمون الاورجانيك ومعمول بشجره الشاي خلاص. بتجيبي تستعمليه زي التونر، بتجيبي وتحطي على قطنه وبتمسحي مسح خفيف مع طبطبه، يعني كده تمام، مسح خفيف، مسح خفيف مع طبطبه التونر. طيب عندك ما عندكيش تونر، عندك ميه ورد اعملي بيها خلاص. بعد كده برده هاتي قطعه ثلج كده ومرريها على وشك بحيث ان انت تقفلي المسام. طيب قفلت المسام، بعد كده اخر خطوه هترطبي بشرتك باي كريم مرطب عندك، اي كريم مرطب. انا بستعمل الكريمات المرطبه عندي
عند الكريمات دي، ده حلو قوي. الماسك ده من اوريفليم اسمه دايموند، ما هو اصلا حلو قوي يا بنات. ده من سن 40 سنه، مش عندي 40 سنه بس اي حاجه في مصر ممكن تنزلي 5 سنين. انا كنت واخداه هديه بصراحه من اوريفليم وما حبيتش ان انا ابيعه، لان كده كده انا كنت حابه اجربه جدا جدا، بس حلو جدا. هو معمول ببودره الدايموند، بيدي الشراكه مش عاديه للبشره. كان نفسي تشموه، بعشق ريحته. بص هو لو وريت لكم كده، بصوا لو حطيته على ايدي هتلاقوا كده ايه، هو بودره الدايموند بيدي كده لمعه حلوه قوي. بصوا مش عارفه بقى هتبقى، بصوا طبعا بحطه على بتحط على البشره يعني، بس انا بوريه لكم بيدي في الاخر كاني فعلا على بشرتي في دايموند. حلو جدا جدا الكريم ده. المهم اخر خطوه هترطبي بايه؟ هترطبي باي كريم مرطب عندك. انا بستعمل الكريم ده، حلو قوي. بستعمل برضو الكريم ده اسمه لاف ناتشر، حلو جدا. ده وده مجموعه واحده يعني، خلاص. بينزل منهم برضو في البشره، بينزل منه للدهنيه وللعاديه وللجف، تمام. الكريم ده برضو حلو قوي، ده بيناسب البشره العاديه على فكره. انا جبته اجربه برضو، حلو قوي. بيعمل ايه على البشره؟ بيرطب البشره جدا جدا جدا، تحسي بيهدي البشره كده وبيريحها، بيغذي البشره بعمق فظيع جدا، حلو يعني. دي الكريمات المرطبه اللي انا بستعملها. طيب خلاص احنا كده نكون خلصنا كل خطوات العنايه بالبشره. رقم 1 عرضنا وشنا للبخار، فتحنا المسام. رقم 2 عملنا تقشير باي سكراب عندنا. رقم 3 عملنا حطينا الماسكات، اي ماسك عندك دي رقم 3 الماسك. بعد كده هنقفل المسام بتونر او ميت ورد، ولو عندك قطعه تلج برده مريها على وشك حلو جدا عشان تقفلي المسام. اخر خطوه عندنا بتحطي اي كريم مرطب موجود عندك. طبعا لو انت بالنهار هتحطي كريم نهار، لو انت بالليل حطي كريم ليل، تمام. دي كده بتكون خطوات العنايه الاسبوعيه، ما بتاخدش منك حوالي نص ساعه كلها على بعضها من اول البخار، هتسيبيه 10 دقائق. بعد كده استعملي ماسكات، الماسك والسكراب، القصه كلها نص ساعه. حاولي تعملي كده مره كل اسبوع، مره كل اسبوعين، لكن ما تنسيش نفسك، لان وما تعمليش ده خالص، لان ده مهم جدا جدا انه تعمليه. زي ما قلت في اول الفيديو ان هيبين بشرتك احسن، اجمل، انقى، اصفى، الميك اب هيبقى احلى، بشرتك هتمتص الكريمات بشكل كويس. فاهتمي بالروتين الاسبوعي ده، مهم جدا جدا جدا. كمان ما تنسيش الروتين اليومي بتاعك. يعني ايه روتين يومي؟ يعني لازم انت يكون عندك نوع غسول كويس بتستعمليه، لازم يكون عندك كريمات بتستعمليها بالنهار، كريمات بتستعمليها بالليل، يبقى عندك سيرم، الحاجات دي كلها مهمه. في مجموعات بتنزل كامله عندنا في اوريفلام، لو اي حد عايز عنده اي مشكله في بشرتك ايا كان نوعها كلميني وانا هقول لك الحل عندنا في اوريفلام ان شاء الله. في مجموعات كامله عباره عن غسول، وعباره عن 5 حاجات غسول وكريم غسول، وفي سيرم، والمجموعه معاها غسول وسيرم وكريم عين وكريم نهار وكريم ليل. تستعملي الغسول الاول، بعد كده بتستعملي كريم العين، بعد كده الغسول ده في التولت، بعد كده خرجتي تحطي كريم العين. كريم العين بنحطه بالصباع ده اللي بيبقى فيه الدبله، وعلى على العظمه اللي تحته، طبطبه كده، طبطبه خفيفه، خلاص. بعد كريم العين هتحطي السيرم. السيرم ده ما ينفعش تحطيه لوحده خالص، لانه بعمل زي المغناطيس مستني الكريم عشان يمتصه. بعد السيرم تحطي كريم النهار الصبح وبالليل، نفس الخطوات، وكريم الليل. دي خطوات الروتين اليومي، خلاص. يبقى انا كده اتكلمتكم عن خطوات الروتين اليومي وخطوات الروتين الاسبوعي، تمام. طيب في الروتين اليومي بتاعي انا بستعمل كريمات عين، طبعا اوريها لكم. بستعمل كريم العين ده، حلو قوي لو انت عندك هالات سودا. انا طبعا مش عندي هالات سودا، بس ده حلو برضو، الخطوط الرفيعه. انا ما بستغناش عن كريمات العين نهائي. ليه بقى؟ لان اكتر حاجه بيبان عليها مع الوقت السن هي منطقه العين دي. بصوا بستعمل برضو الكريم ده اهو، ده كريم العين من نفس المجموعه دي، تمام. الكريم ده جل للعين منعش، بينعش المنطقه حوالين العين، بيرطبها، بيغذيها. برضو ده اللي بستعمله، ده اسمه اوبتيمالز، ده اسمه اوبتيمالز هايدرا. ده للهالات السوداء، الناس اللي عندها هالات سوداء وعندها انتفاخات حوالين العين،
الكريم ده حلو قوي قوي قوي. كريمات العين بالنسبه لي دي في روتيني اليومي اساسي. روتيني اليومي بالنسبه لي الغسول وكريم العين، بستعمل سيروم بالنهار، بحط كريم نهار، بالليل بحط كريم ليل. تمام. مهم جدا جدا تهتم ببشرتك، عشان لو انت دلوقتي لسه صغيره ومش باين عليك السن، فمع الوقت بنكبر وبيبان علينا السن، فمن وانت صغيره لازم تهتمي ببشرتك جدا جدا جدا، لان هي دي اكبر جهاز في الجسم، هو ده الجهاز اللي مغطي جسمنا كله، فلازم تهتمي بيه وتحافظي عليه. ميرسي جدا ليكوا، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ميرسي.